حالة اشتباه بفيروس كورونا في مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء تحولت في رمشة عين إلى حكاية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لنتأكد عند زيارتنا للمستشفى بإرسال التحاليل اللازمة إلى معهد باستور ولتظهر النتائج سلبية بعدها. البارح كنت حاضر هنا كي جابوا الحالة هذيك، باسكو عندي خويا جبناه مريض في الليل، كانت حالة تاع ذعر خوف كبيرة، الناس كلها هاربة، ما كاين لا إمكانيات لا والو، عزلوها وحدها، طولت قعدت تم وحدها، طولوا باش جاوب يعني، الناس كل كانت خايفة الحق. الواقعة ألقت بظلالها على الخلية الجوارية للتضامن بعين البيضاء، أين أخذت على عاتقها بمرافقة الكشافة الإسلامية فوج الأمل عملية التحسيس للحد من خطورة الوباء. في إطار العمل نتاعنا نقوم بالتحسيس والتوعية حول فيروس كورونا من ناحية الأعراض تاعو، وفي نفس الوقت نعطيهم كيفية الوقاية من هذا الفيروس من أجل الحد من انتشاره. أساليب وقائية وبتكاليف تناسب القدرة الشرائية، بإمكانها حلحلة مشكلة ندرة ما لم يتوفر في الصيدليات. ونصحوكم كي يعودوا الكمامات هذو ما كانش، اخدموهم بهذه الاوراق المنزليه باش عليه ما نديروش الضغط، نروحوا دوكا تلقى الاولاد صغار دوكا نشوفهم يروحوا السبيطارات، قادر واحد يكون في مريض راح ينشر المرض كامل، والناس ثاني واحد كي يعود مريض ماذا به يجي وحده ما يجيبش معاه عيله كامله. في ظل غياب تواصل واضح المعالم من مديريه الصحه مع الاعلام المرئي، تبقى الصوره في حالات الاشتباه بالاصابات الفيروسيه محط جدل واقاويل تنتظر الفصل للتأويل.